تكميم وتوريد ونفخ الخدود والشفايف من احلى الوصفات السهله البسيطه اللي هتخلي خدودك منفوخه ومورده وكمان ممتلئه بشكل حلو جدا وسريعه وبسيطه جدا. في 3 ايام هتلاقي خدودك منفوخه، كمان هتلاقيها مورده وكمان شكلها حلو قوي. ما تنسيش لايك شير سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصل لك مني اول باول. اول حاجه معايا هنا كيس خميره. الخميره من الحاجات الجميله اللي بتنفخ الخدود وكمان بتملأ الوش وكمان بتخلي الخدود ممتلئه وموردة وكمان بيفتح بسرعه، من الحاجات السريعه اللي بتفتح وكمان بتنفخ وبتملى، حلوه قوي قوي. ما بستخدمهاش يوميا، بستخدمها مره في الاسبوع او مرتين بالكتير قوي. في ناس بتستخدمها يوميا، فانا ما منصحش بكده. يعني انت تستخدمي اي حاجه فيها خميره مره مرتين في الاسبوع بس، تمام. اخد معايا كيس خميره الجافه اللي هي الفوريه بتاعت المخبوزات، عشان في خميره اللي هي بيقولوا عليها البيكنج باودر اسمها خميره الحلويات، تمام. فدي بتاعت المخبوزات، تمام كده. هبدا بقى افضي الكيس، انا هحط الكيس كله، تمام. هبدا افضي عليها معلقتين من الحليب، وهقلبهم، ولو احتجت حليب تاني هحط، تمام كده. الحليب طبعا بينظف البشرة جدا، كمان بينظف المسامات الواسعة، بيفتح البشرة جدا. احنا هنفضل نقلب، بصوا شربت الحليب خالص، فهفضل اقلب هتشرب الحليب، وبعد كده هحط تاني لو حسيت ان انا هحتاج تاني. بس انا هحتاج تاني معلقة من الحليب، وهفضل اقلب فيها لحد ما تبدا تدوب معايا، تمام كده. فاحنا هنقلبها شويه لحد ما تدوب، وبعد كده ارجع اوريكم هنعمل ايه، تمام كده. انا هنا خلاص على قد ما قدرت دوبتهم خالص، شايفين. هبدا اضيف عليها معلقه صغيره جدا من زيت الحلبه. الحلبة برضو خطيرة في نفخ الخدود وبتملى الخدود وكمان الوش، كمان بتدي توريدة حلوة قوي، بتفتح. زيت الحلبة طبعا كلنا عارفين فوائده، اللي مش عارف فوائد زيت الحلبة ابحثي على جوجل، بجد ليه فوائد تحفة 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 للناس اللي عايزة تنفخ خدودها، تملى الخطوط اللي هي بتعبيرية، كمان الناس اللي عايزة تدي توريدة حلوة. فالخميرة مع الحلبة بتعمل احلى ميكس للبشرة، تحفة. هبدأ بقى اقلبهم كويس، بصوا، لحد ما الزيت يكون اختفى معايا تماما. وهضيف كمان معايا معلقة صغيرة جدا من القهوة، عشان لو عندك تصبغات بقع كلف اثر حبوب، كمان بيوحد اللون، كمان بيفتح البشرة. احنا عاملين الماسك النهاردة لتفتيح البشرة، يملى الخدود وكمان يدي لها توريدة حلوة قوي ويفتح البشرة جدا. ده غير انه كمان زي الكولجين بالظبط، من الحاجات اللي بتشد البشرة، فهو حلو قوي، بيشد البشرة جدا وبيفتح بسرعة قوي. هبدأ بقى اقلب كده كويس قوي لحد ما ادخل القهوة في كل المكونات. بصوا بقى عامل ازاي، بصوا خطير. بصوا تحطيه على الخدود وابدأي حركات دائرية على الخد، مش على الوش كله. لو انت عايزة تنفخي او تملي الوش كله هتحطي الماسك على وشك كله عادي. المكان اللي انت عايزة تديله توريدة وتفتيح وكمان في نفس الوقت تمليه، يعني تملي الخدود او تملي الشفايف، ابدأي اعملي سكراب كده على الشفايف او الخدود بالشكل ده. بصوا هي بتبقى متماسكة معاكي اهو، مش بتسيل، بس هتفضلي كده. ودي اهم خطوة، حركات دائرية لمدة 5 دقايق. لو انا مثلا هنعتبر ان ده الخد،
وخمس دقايق حركات دائرية بالشكل ده على الخد، شايفين؟ 5 دقايق بس، وبعد كده بسيبها تنشف كمان 10 دقايق، وبعد كده بغسلها كويس قوي. واهم حاجة ترطبي بعدها، بجد النتيجة فوق الروعة، تحفة جدا. بستخدمه مرتين في الاسبوع، طبعا انت بتفضلي مستمرية عليه لحد ما توصلي للنتيجة اللي انت خلاص عايزاها، وبعد كده بتوقفيه خالص. بجد حلوة قوي قوي قوي، واهم حاجة الحركات الدائرية دي هتفرق معاكي جدا في توريد الدورة الدموية، وكمان هتنشطها، وغير كمان انها هتنفخ الخدود، وكمان هتملى الخطوط اللي بتبقى حوالين الشفايف. بجد حلوة جدا، جربوها واكتبولي كومنت وقولي رأيكم، متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصلك مني اول باول، شير الفيديو لاصحابك علشان يستفادوا، وكمان ما تنسيش تصلي على النبي في الكومنتات وتقولوا لي بتتابعوني من اي بلد. باي باي.